قصفت طائرات التحالف الدولي رتلا لتنظيم داعش على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا. وقالت مصادر عسكرية إن قوات التحالف الدولي المساندة للقوات العراقية قصفت عجلات لتنظيم داعش على الحدود مع سوريا، وأوضحت أن العملية تمت في الجهة المقابلة لقوات مغاوير قيادة حرس الحدود العراقي، وأن الرتل دمر بالكامل. هذا وتشهد الحدود العراقية السورية انتشارا كثيفا للقوات العراقية تحسبا لهجمات عناصر التنظيم في محاولة للدخول إلى الأراضي العراقية.